يبدو أن العلاقات الروسية الإيرانية التي قربتها الطموحات والأطماع في سوريا تتجه إلى الانقضاء. فبعد التطورات العسكرية والانتصارات المتلاحقة التي حققها النظام السوري بدعم الروس والإيرانيين وبالتنسيق المستمر بينهما، جاء الصراع الإقليمي الأخير الذي أشعلته إسرائيل مع الميليشيات الإيرانية الموجودة على حدودها مع سوريا، ليعطي انذارا لروسيا ويجعلها تعيد التفكير في علاقاتها مع إيران وتعاونهما في الأراضي السورية. فخرج وزير الخارجية الروسي قبل أيام ليؤكد ضرورة إخلاء الجنوب السوري من أي وجود لقوات أجنبية، في إشارات إلى الميليشيات الموالية لإيران، فيما بدأت في إيران حملة إعلامية غير مسبوقة ضد روسيا، حيث هاجمت صحيفة إيرانية مقربة من الرئيس روحاني، هاجمت موسكو بشدة بسبب تحول الموقف الروسي من الوجود الإيراني في سوريا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات الدكتور نبيل العتوم، ومعنا من موسكو الخبير في الشؤون الروسية يفغيني سيدروف. مرحبا بضيفي. سيد سيدروف مساء الخير، دعني أبدأ معك أولا. يعني كما أشرنا في المقدمة، موقف جديد على ما يبدو في إيران إزاء روسيا وإزاء السياسات التي تنتهجها في سوريا. صحيفة قانون، الصحيفة المحسوبة على التيار الإصلاحي، عنونت في صفحتها الأولى عنوان المحتال تحت صورة الرئيس بوتين، وأشارت إلى سياسة نصب واحتيال ينفذها بوتين تجاه إيران في سوريا. إلى أي مدى برأيك هذا يعبر عن موقف إيراني ربما جديد وربما مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري؟ نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا أعتقد أن مثل هذا الموقف لا يعكس طبعا آراء المجتمع أو الشارع الإيراني، لأن هناك آراء ومواقف مختلفة وأحيانا متباينة في إيران من دور روسيا، وكان ذلك منذ البداية ليس الآن، فقط نظرا للاختلاف الأهداف التي يصبو إليها كل من موسكو وطهران في هذه الحرب. الآن ولا سيما في الفترة الأخيرة أصبحت موسكو تركز أكثر على الخطوات العملية الكفيلة بإطلاق العملية السياسية، فيما كانت إيران تصر على ضرورة المضي قدما في الأعمال العسكرية على أرض سوريا. هناك طبعا اختلاف وهناك تناقض في أمور أخرى تتعلق بسوريا ما بعد الحرب. روسيا وإيران موضوعيا منافسان من أجل ربما الحصول على لقمة سائغة في سوريا ما بعد الحرب، وهذا أيضا هذا الأمر له أهمية كبيرة بالنسبة للأوضاع الحالية. وأخيرا روسيا أصبحت تحت ضغوط من قبل إسرائيل وغيرها من الأطراف المصرة على ضرورة سحب إيران من الجنوب السوري، علما بأن إسرائيل أصرت على ما هو أكثر من ذلك، على انسحاب إيران من كافة أراضي سوريا. بطبيعة الحال هناك عدد من التصريحات المتناقضة والأصوات المتباينة التي تتعالى من كل الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما يجري الآن في سوريا. وطبعا لابد هناك من بلورة موقف واحد أو على الأقل موقف يعتمد على آراء أكثرية الأطراف، وربما اللقاء الثلاثي الذي سينعقد هذا الأسبوع بمشاركة كل من روسيا والأردن والولايات المتحدة سوف يتيح ربما فرصة أو إمكانية التوصل إلى تفاهمات أدق وأكثر تحديدا فيما يتعلق ب هذه العملية التي تخص انسحاب إيران من الجنوب اللبناني. بالمقابل لابد طبعا للولايات المتحدة من أن تتخذ موقفا أكثر واقعية فيما يتعلق بوعودها بتفكيك قاعدة التنف، فيما إذا تمت مثل هذه الصفقة سوف يكون ربما من الأوضح الحديث عما ينتظر سوريا والأطراف التي لها علاقة بالأزمة السورية على المدى القريب.
طيب دكتور نبيل مساء الخير، مرحبا بك معنا ايضا في غرفة الاخبار من جديد. بداية، هل نحن بصدد مرحلة جديدة من العلاقات بين روسيا وايران؟ منذ فترة وهناك تباينات وهناك اختلاف في الاهداف كما اشار السيد سيدروف، وهناك يعني رؤى ليست بالضرورة مشتركة في كل شيء بين الجانبين، ولكن الان الامور بدأت تأخذ يعني مسارا اوضح عندما تهاجم صحيفة مثل صحيفة قانون بوتين وروسيا بهذا الشكل. بالمناسبة هذه صحيفة مقربة جدا من التيار الإصلاحي، تتحدث عن التحالف الإسرائيلي الروسي الذي يسحق كما تقول الصحيفة تحت أرجل الدماء التي سالت في سوريا، ولكن يبدو أن طبيعة الروس التي تتسم بعدم الوفاء تاريخيا تتجلى هنا مرة أخرى لتستمر الخيانة. كلمات قوية يعني غير مسبوقة ربما فيما يتعلق بروسيا. هل نحن بصدد مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون أو عدم التعاون بين الطرفين؟ شكرا جزيلا لكم. يعني في واقع الأمر أنا بعتقد أنه بدأت الأمور تظهر إلى السطح، فقط ليست هي جريدة قانون. بالمناسبة مهند، جريدة قانون هي ليست فقط تتبع إلى التيار الإصلاحي، هي تتبع مباشرة إلى الرئيس روحاني. صحيح. وتعكس اهتمامات يعني دعني أسميه الجناح الحاكم الإصلاحي داخل إيران. في واقع الأمر هنالك كثير من المقالات التي بدأت تظهر في وسائل الإعلام الإيرانية. في صحيفة جمهوري إسلامي قبل 3 أيام تحدثت بشكل واضح عن الخيانة الروسية أو ما يسمى بالمكيدة الروسية التي تم نصبها للجانب الإيراني، وهذا الأمر يعكس أن هذه الخلافات بدأت تظهر وتطفو إلى السطح مجددا، خاصة أنه كان هنالك خلال الفترات السابقة تسريبات إعلامية عديدة اتهمت الروس ليس فقط بالخيانة بل اتهمتهم بتسريب معلومات استخباراتية إلى الجانب الإسرائيلي، سهلت مهمة إسرائيل في القيام بعمليات نوعية سواء كانت اغتيالات سواء استهداف القواعد الإيرانية المتواجدة في سوريا. في واقع الأمر هذا يعكس بشكل واقعي وجود خلافات غير مسبوقة، وهذه الخلافات قد تصل إلى مرحلة الصراع ما بين الطرفين، وخاصة أنه هنالك كثير من دعني أسميه الخلافات الروسية مع الجانب الإيراني، وهذه طبعا تندرج وفق 3 مرتكزات أساسية مهند. الجانب الأول سعي إيران إلى ما يسمى باستراتيجية ملء الفراغ، وهذه الاستراتيجية سعت إليها إيران من خلال سيطرتها على الأرض بعد تحقيق الانتصارات الميدانية لتحقيق ما يسمى بالكريدور الإيراني وربطه بالبحر الأبيض المتوسط. الأمر الثاني دمج الميليشيات التي قامت إيران بإنشائها أو ما يعرف بالميليشيات الموازية في الجيش السوري، خاصة بعد انكسار الجيش السوري وضعفه ووصوله إلى حالات دعني أسميه واهنة غير مسبوقة. بالتالي استغلت هذا المتغير لمحاولة إدماج هذه الميليشيات ضمن سياق أو بنية الجيش السوري، مما سوف يؤثر على الجيش السوري مستقبلا بحيث يكون أحد أدوات إيران المهمة، خاصة مع سعي المجتمع الدولي وحتى الجانب الروسي لإخراج الميليشيات من الأزمة السورية. فوجدت إيران أن أفضل وسيلة أو طريقة هي إدماج هذه الميليشيات في بنية الجيش السوري. الجانب الثالث هو دعني أسميه بالتطبيع الاقتصادي. إيران قامت بتوقيع 5 اتفاقيات أساسية مع بشار الأسد فيما يتعلق بالتعدين، فيما يتعلق بقطاع الطاقة والنفط الاتصالات في قطاع إعادة الإعمار. هذا كله سوف يسبب إشكالية مع الجانب الإيراني، مع الجانب عفوا الروسي، وسوف يؤدي إلى صراع ما بين الطرفين، خاصة أن روسيا تطمح بالحصول على حصتها من الكعكة السورية. إضافة إلى ذلك نظرة الروس مختلفة تماما فيما يتعلق بالعملية السياسية وسبل الحل. إيران تراهن على استنزاف قدرات روسيا من خلال أتون الأزمة السورية وانسحابها في نهاية المطاف، خاصة أنه يعني هي تراهن على الحالة الأفغانية وتحاول أن تسقطها على الوضع طيب السوري. دكتور نبيل، يعني هناك كما نعلم خلافات عديدة بين الطرفين فيما يتعلق بالملف السوري، ولكن أنت أشرت إلى مسألة مهمة تتحدث عن أنه هذه الخلافات غير مسبوقة وقد تصل إلى مرحلة يعني الصراع في 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 فترة من الفترات. يعني كيف يمكن أن يتجسد مثل هذا الصراع؟ هل تتحدث عن مواجهات ميدانية أم الصراع في ساحات أخرى ربما في مرحلة ما بعد
الحرب في سوريا؟ أنا بعتقد أولى مؤشرات هذا الصراع هي بدأت تظهر فعليا من خلال رفع الغطاء الروسي بشكل كامل عن حماية القواعد الإيرانية والمصالح الإيرانية المتواجدة في سوريا. مهند كما تعلم أن إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية واستخباراتية يوميا ضد المصالح الإيرانية في سوريا. لم تنطلق لا صواريخ S-300 ولا صواريخ 400 ولا صواريخ 600 للدفاع عن الجانب الإيراني. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تجسد أيضا من خلال تهميش روسيا، دعني أسميه الاتفاقيات الهدنة، خاصة ما يتعلق بالهدنة جنوب سوريا. تمت هذه مع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، وأيضا الأردن وإسرائيل من ناحية أخرى، وبالتالي الإيرانيين تم تهميشهم في هذا الجانب. وبالتالي عندما سئل وزير الخارجية عن الالتزامات أو عن انخراط إيران في أزمة الجنوب السوري وعن احتمال عمليات عسكرية، قال نحن طبعا نفى تدخل عسكري إيراني في هذا الجانب، وقال لكن تحدث عن نقطة مهمة ومحورية، أن إيران في حل من أمرها فيما يتعلق بموضوع الهدنة في جنوب سوريا لأنها لم تكن طرفا فيه. طيب. وهذا يؤشر بشكل واضح على أن الروس قاموا بتهميش الإيرانيين بشكل متعمد. الرسالة الثالثة أن الخطوط الحمراء، سواء الخطوط الحمراء التي رسمها الأردن أو الخطوط الحمراء الإسرائيلية، هي تتصادم مع المصالح الإسرائيلية، وتم التنسيق فيها مع الجانب الروسي على وجه التحديد. وهذا يعطي مؤشر واضح على أن حجم وحدة هذا الصراع ما بين الطرف الروسي والإيراني هي في تصاعد مستمر. يفجيني، ما رأيك؟ هل بالفعل حدة الصراع في تصاعد مستمر وقد نشهد نوع من الصراع؟ تحدث الدكتور نبيل عن التهميش، ما سماه بالتهميش، تهميش إيران في عدد من المسائل، ومسألة يعني عدم أو غض الطرف عما تقوم به إسرائيل ضد الأهداف أو ضد المواقع الإيرانية في سوريا. هل يمكن أن يصل الأمر إلى أبعد من ذلك ربما في المرحلة القادمة؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن روسيا بكل تأكيد ربما حتى الآن في هذا الوقت بالذات بدأت تبحث عن ربما وسيلة أو طريقة بواسطتها تستطيع روسيا إقناع طهران بأن هذه الخطوة، أي انسحاب إيران من جنوب سوريا، هي خطوة إجبارية. أما بقية الأشياء والأمور المتعلقة بالتواجد الإيراني في سوريا مستقبلا ربما ستبقى كما كانت سابقا. أضف إلى ذلك أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية قوية جدا بين روسيا وإيران. وأخيرا هناك أيضا مسألة الاتفاق النووي الذي خرجت منها الولايات المتحدة. لروسيا ربما دور مهم جدا مستقبلا في الحفاظ على هذا الاتفاق، لا سيما أن الدول الأوروبية هي الأخرى تدعو إلى الإبقاء على هذا الاتفاق النووي، رغم أن بعض الشركات الغربية أصبحت تنسحب من إيران. وأخيرا هناك نقطة مهمة أخرى، هي يجب أن تقرب بين إيران وروسيا الآن رغم هذا الخلاف ورغم ربما الخطوات التي تنم لأول وهلة عن التباعد بين هاتين الدولتين. هذا الأمر يتعلق برأيي بدور إيران في الثلاثي الضامن لمناطق خفض التصعيد. إيران رغم أن دورها كان ربما متواضعا جدا، إلا أنها شكليا كانت تعتبر طرفا مهما في هذه الجهود التي بوزلت سواء في إطار منصة أستانا أو على صعيد مناطق خفض التصعيد وغير ذلك من الخطوات. وبالتالي الحفاظ أو الإبقاء على إيران كعضو فاعل ضمن هذا الثلاثي أمر مهم جدا بالنسبة لموسكو. وبالتالي أعتقد أن العلاقات بين روسيا وإيران ستبقى ربما على مستوى أدنى مما هو عليه الآن ومنذ فترة قريبة، لكن الأمر لن يصل إلى حد قطيع أو إلى حد تدهور شديد بين الدولتين. دكتور نبيل، إلى أي مدى بالفعل يعني هناك من يتحدث منذ فترة عن أنه إيران يعني في هذه الحرب في سوريا تسعى إلى استمرار الأعمال العسكرية، تسعى إلى إبقاء الوضع الميداني على ما هو عليه، تحقيق النظام لتقدم ميداني، في حين أنه روسيا تريد يعني الانتهاء من هذه المسألة والدخول في المسار السياسي. إلى أي مدى هذه المسألة أيضا موضوع خلاف أساسي بين الطرفين اليوم؟ يعني مهند، سؤال مهم ومحوري. سؤالك يؤكد على أن هنالك خلاف شديد ما بين الجانب الروسي والجانب الإيراني.
ما يتعلق بالعمليات العسكرية، روسيا ليس لديها القدرات الاقتصادية للاستمرار إلى ما لا نهاية في هذه الحرب من ناحية. الأمر الثاني، تدرك تماما أنه قد ينصب لها فخ من خلال استنزاف قدرات سوريا في أتون الأزمة أو الحريق السوري، وبالتالي هي تحاول الخروج بأقل الخسائر. لكن ما أود أن أشير له هي الروس يدركون تماما أنه الصفقة في نهاية المطاف سوف تكون مع الجانب الأمريكي وليس مع الجانب الإيراني. هي تحاول أن تحقق شروط، دعني أسميه إيجاد التسوية المناسبة، بهدف طرحها والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية هذا المطاف. لكن يعني ردا على ضيفك، يعني أنا الروس من خلال تجربتنا معهم في العالم العربي يعني لم يكونوا أصدقاء لديهم شيء من أو الوفاء الكامل لقضايا المنطقة. يعني بالتأكيد نحن لا زالت الذاكرة السياسية حية لدينا من خلال موقف الروس من العراق في العام 2003 وإعطاء شفرات الصواريخ اللي كانت للحكومة العراقية وحكومة صدام حسين رئيس الراحل صدام حسين في تلك الفترة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما عطل أجهزة أو منظومة الدفاع الجوي العراقية على الرغم من العلاقات الاستراتيجية الممتدة عبر أكثر من نصف قرن ما بين العراق وما بين روسيا. الجانب الثاني، الآن أنا بعتقد أنه هناك متغيرات مهمة باتت تلعب عوامل ضاغطة على الجانب الروسي، ليس فقط ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بل أيضا العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، في ظل سعي روسيا إلى إحداث عملية توافق فيما يتعلق بالاتفاق النووي وفي ملفات عديدة أخرى، خاصة استغلال روسيا لما يسمى بحرب التجارة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الاتحاد الأوروبي من ناحية. من ناحية أخرى أيضا الروس يدركون تماما أنه المتغير الإسرائيلي حاضر وبقوة، خاصة أن إسرائيل وضعت مجموعة من الخطوط الحمراء التي لم تلتزم بها إيران، مما أحرج الجانب الروسي. وهذه الخطوط الحمراء الاقتراب من الحدود الإسرائيلية مسافة 45 كيلومتر، ثم بعد ذلك أعلن نتنياهو عن أنها سوف تكون 70 كيلومتر، ثم إعلان نتنياهو بشكل واضح وصريح على أن إسرائيل لن تسمح بوجود عسكري إيراني دائم في سوريا وبالتالي عليها الخروج. الأمر الثاني، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاتها أيضا التي باتت تشترك بعلاقات صراعية مع الجانب الإيراني. نحن نتحدث مع دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل ثقل اقتصادي وسياسي وأيضا عسكري وهو مهم بالنسبة للجانب الروسي، وروسيا لا تريد المفاضلة بين علاقاتها مع إيران مع ناحية ومع الكتلة العربية من ناحية أخرى، خاصة في ظل الدبلوماسية دعني أسميها النشطة التي تمارسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في نسج علاقات دعني أسميها اقتصادية واستراتيجية. وعلاقات سوف يكون لها مستقبل مع الجانب الروسي، وبالتالي أمام هذه المعطيات كلها الجانب الروسي بدأ يفكر فعليا في حال عدم انصياع إيران بالتفكير بعدد من البدائل المهمة التي سوف يكون لها تداعيات سلبية على الجانب الإيراني. بدائل مثل ماذا دكتور؟ أنا بعتقد أنه هنالك بدائل عديدة. البديل الأول كما ذكرت لك قبل قليل رفع الغطاء كاملا عن الجانب الإيراني في حال عدم انصياعه إلى المطالب والهواجس الروسية. الأمر الثاني، الروس يدركون تماما أن محاولة إغراقهم في المستنقع السوري لن تجدي، ورهان إيران أنها ما زالت تسيطر على الأرض والروس تسيطر على السماء وأن ذلك سوف يكون نقطة ضعف بالنسبة للجانب الروسي. أنا بعتقد أنه هذا الروس يدركوه تماما، ويدركوا أنه لن ينصب لهم فخ في الأزمة السورية خاصة مع التكاليف الباهظة. روسيا مقبلة كما تعلم أمام عدد من التحديات مهند، مثل ما يتعلق بتنظيمها لبطولة كأس العالم، وهي بحاجة إلى إعادة التطبيع علاقاتها مع الجانب مع الدول الأوروبية وبالذات مع بريطانيا، خاصة بعد ما يتعلق بقضية الجاسوس الروسي. ثم الأمر الثاني، التقارب الأمريكي مع كوريا الشمالية، هذا أيضا أمر مهم جدا سوف يؤدي إلى تجريد روسيا من بعض أوراقها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما في حال وجود سيناريو على يعني على أسوأ احتمال بالنسبة للروس، وحدة ما بين الكوريتين وتماثلها أيضا لما يسمى ب دعني أسميه الديمقراطية الغربية ونظام الرأسمالي الغربي، هذا سوف يؤثر على الصين أيضا وسوف يؤثر على الجانب الروسي. التقارب مع الجانب الكوري الشمالي وحل موضوع النزاع معها هي رسالة موجهة إلى الروس في هذا الأمر، وبالتالي الروس يريد أن يوظفوا الأوراق التفاوضية عديدة من ضمنها الورقة السورية ضمن استراتيجية تخادم الملفات لتحسين شروط التفاوض
مع طيب. واشنطن ومع الغرب طبعا على وجه العموم. نعم سيد سيدرو، في الوقت المتبقي الآن الحديث عن ما يسمى بصفقة الجنوب. صفقة الجنوب يعني باختصار شديد أن يتم سحب هذه الميليشيات الإيرانية والموالية لها من الحدود إلى مناطق أخرى، مقابل الآن الحديث عن تفكيك قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. إلى أي مدى برأيك الولايات المتحدة مستعدة تحت أي ظرف من الظروف إلى تفكيك هذه القاعدة التي تعتبرها يعني ورقة ضغط ليس فقط على إيران وإنما على روسيا بشكل واضح؟ نعم، لكن أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة هذه المرة ربما جادة بشكل نسبي في وعودها باستعدادها لتفكيك قاعدة التنف. بالنسبة لروسيا هذا الموضوع مهم، وهي مسألة حساسة عموما، لأن مقتل 4 عسكريين الروس مؤخرا حسب بعض المعلومات الأمنية التي بحوزة الطرف الروسي ربما تسبب فيه تواجد عدد من عناصر الفصائل المسلحة التي كانت متواجدة في هذه المنطقة بالذات في منطقة التنف، وبالتالي هذا الأمر يشكل خطرا على روسيا وعلى أمن وسلامة عسكريها المتواجدين في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة عموما وبشكل خاص الرئيس ترامب يسعى لتطبيع العلاقات مع موسكو. وأخيرا نقطة مهمة جدا، الاتفاق بشأن منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا تحديدا كاد يكون ربما الأمر الوحيد الذي تمكنت موسكو وواشنطن من التوصل إلى تفاهم بشأنه. بقية القضايا والأمور الأخرى هناك خلافات شديدة بين موسكو، وهناك عجز واضح للطرفين عن التوصل إلى أي اتفاق أو تفاهم. فيما يتعلق بقضية جنوب سوريا ومنطقة خفض التصعيد، تمكن الرئيسان بوتين وترامب أثناء لقائهما على هامش قمة العشرين في العام الماضي من التوصل إلى هذا الاتفاق. طبعا هذا الأمر يعتبر ربما أمرا هشا بالنسبة لضرورة التوصل إلى تطبيع حقيقي بين موسكو وواشنطن، ولكن أنا أعتقد في هذه الظروف لا يمكن لأي منهما التخلي عن مثل هذا الاتفاق، وربما العكس هو صحيح، عليهما المضي قدما في الخطوات الأخرى التي تقرب السلم في سوريا. شكرا جزيلا لك يفغيني سيدروف، الكاتب والباحث السياسي كان معنا من موسكو، وشكرا لضيفنا من عمان الدكتور نبيل لاتوم رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية. شكرا جزيلا لكما.